أمر جرى لأهل السنة والجماعة من المتطرفين الوهابية الأموية، هؤلاء الذين يقدسون معاوية ويزيد ويطبعون في السعودية كتاب أمير المؤمنين المظلوم يزيد بن معاوية، وإلا عامة المسلمين ما يوافقوهم على هذا التقديس لبني أمية ولمعاوية، لا الأزهار لا الفرنسيين لا الفرنسيين لا الحواضر الإسلامية في العالم ما تقدر معاوية. وإذا هم موقفهم من عامة أهل السنة والجماعة في الواقع كما تقول من الشيخ الخبيث، الشيخ الخبيث ما قال شيئا غير ما قاله أهل السنة والجماعة أتباع المذاهب. الواقع هذا حزب جوني وهابي على أهل السنة والجماعة، ونحن نقف إلى جانب الشيخ الخبيث ويجب أن ينصف قال رأيه، ما تقولون الرأي والرأي الآخر، اتركوا الآخرين. I guess it's true.